راجلة. هو الصحابي بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، يكنى أبا عبد الله. أسلم حين مر به النبي مهاجرا، هو ومن معه، وكانوا نحو 80 بيتا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه، وأقام بأرض قومه، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد، فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من ساكني المدينة، ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، ثم خرج منها غازيا إلى خراسان فأقام بمرو حتى مات ودفن بها، وبقي ولده بها، وكانت وفاته سنة 62 أو 63 للهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم لقب وقصة، نقف فيها مع صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم في وقت استثنائي جدا. هذا الرجل جمع الله له القوة والأمانة يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة. على الطريق التقى رجلا اسمه بريدة الأسلمي. هذا الرجل كان خلفه قوم يعدون تقريبا 80 بيتا. التقى النبي صلى الله عليه وسلم، استمع إليه. النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي وعثاء سفره يمارس الدعوة إلى الله تعالى في أبلغ معانيها. لمست كلماته قلب بريدة فأسلم. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا من القرآن، فعلمه جزءا من سورة مريم. ثم انطلق الرجل إلى قومه داعيا إلى الله تعالى بعد أن صلى العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. انطلق النبي إلى المدينة، ومع فترته الأولى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة طرقت أسماع بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا غزوة بدر وأظفره الله تعالى فيها على أعدائه. بلغ الشوق إلى رسول الله أقصاه، والشوق إلى الجهاد مع رسول الله أقصاه، خاصة وأنه رجل كان مغرما بالقتال، وكان يقول: لا عيش إلا طراد الخيل الخيلة. لا يمكن أن أعيش حياة دون أن أرى الخيل تسابق الخيل وتطارد بعضها وتلاحق بعضها. التحق الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفاءة، فيه قوة، فيه أمانة، ومن ذلك أخذ لقبه، لقبه راجلة. والراجلة هي الكبش الكبير الذي يستعين به الراعي فيحمل عليه أغراضه، فإن كان ذلك ناقة أو جملا أو بعيرا سمي راحلة. النبي صلى الله عليه وسلم التمس ببريدة تلك المسؤولية يوم غزوة المريسيع، كيف يترك الأسرى؟ بمن يعهد إليهم؟ من يحفظهم؟ من ذلك المنتبه الفطن الذي ينتبه لهؤلاء الأسرى؟ لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يومها أفضل من بريدة الأسلمي. مرة أخرى يوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وتعلمون أن لواء الجيش من الأهمية والخطورة بمكان، أراد النبي أن يدخل مكة ومعه لواءين، انتخب بريدة لأحدهما. صاحب اللواء مهمته أن يثبت حتى وإن رأت الرؤوس تطير من على الأجساد، مهمته أن يثبت برايته، لأن هذه الراية لها معنى بليغ جدا في أنفس المقاتلين. مرة ثالثة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنفر أسلم لغزوة تبوك. لم يرى رجلا يمكن لهذه المهمة أن يقوم بها على أفضل وجه أفضل من بريدة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصدقة وأموال الزكاة من أسلم وغفار، لم يجد صاحب أمانة يصلح لتلك المهمة بعينها أفضل من بريدة. بريدة راجلة، رجل يستطيع أن يحمل الأعباء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل 100 لا ترى فيها راحلة. الراحلة هي المنتجبة من البعير، هي المنتخبة، هي المكتملة، هي التي تستطيع أن تحمل، هي التي تثبت في الظروف الصعبة. النبي في هذا الحديث يقول بأن الناس كإبل 100 بالكاد تجد منها واحدة مكتملة تستطيع الحمل وتصبر على السفر ويمكن الاعتماد عليها، مكتملة منتجبة وما إلى ذلك. كل واحد منا الآن يسأل نفسه، ونحن نتجاذب أطراف الحديث،
عن سيدنا بريدة الإسلامي راجلة: هل أنا من الرواحل في هذه الأمة؟ هل أحمل عبئاً من هذه الأمة؟ هل أحمل هم الدين؟ هل أحمل هم الآخرة؟ بل لعلنا نرى كثيراً من الناس قد ترك هم زوجته وأدبر عن هم أولاده وألقى مهمة والديه على إخوته، بل حتى نسي نفسه ولحق المقاهي ولحق اللقاءات الرياضية وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يريد في أمته أن تكثر الرواحل، أن تكثر الرواجل، أن تكثر الرجال الذين يعتمد عليهم في الظروف الصعبة. وكل واحد منا يسأل نفسه: هل أنا من أولئك الرجال؟ رحم الله راجلة بريدة الإسلامي وجعلنا على إثره وجمعنا به في مستقر رحمته. الأحباب كان سيرة العدنان.